بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الأعزاء، نكمل معكم محاضرات مساق الجي اي اس. تطرقنا في المحاضرات السابقة إلى أنواع المختلفة من البيانات، وذكرنا أنه يوجد عندنا نوعين من البيانات المهمة في الجي اي اس، وذكرنا مين ذكرنا في النوعين أو أيوة نعم، في عنا نوع اللي هو الفيكتور داتا وفي عنا الراستر داتا. اليوم إن شاء الله هنشوف اللي هي الفيكتور داتا ومفهومها وكيف تمثل عنا. طبعا شفنا في العمل لو كيف بعض المحاضر اللاب السابق، لكن اليوم نؤكد على المفاهيم اللي هي شفناها في العمل. طبعا لو احنا نظرنا للبيكتشر او الصورة الموجودة عندنا، بنلاقي عندنا في عندنا تضاريس وفي عندنا شغلات كثيرة، في عندنا اشجار وفي عندنا وديان وفي عندنا انهار، عندنا فيها النهر، في عندنا هنا طريق، في عندنا كثير شغلات. طب لو انت بدك تيجي تمثل هذه المساحة او السيرفيس بالجي اي اس، وبدك تستخدم اللي هو الفيكتور داتا، فهنا بحاجة انت الى يعني تولز، او بحاجة انت بحاجة الى شغلة توصف هذه اللي هي هذه الفيتشرز. فعندنا هنا انه احنا كل حاجة او كل عنصر موجود في الصورة كيف احنا بدنا نمثله على الخريطة. فعندنا في الريال وورد فيتشرز كان بي ريبريزنتد ان فيكتور داتا وذن جي اي اس انفايرمنت، يعني هذه اللي هي الريال وورد فيتشرز، يعني مثلا الاشجار هنا هذه بدنا كيف نمثلها، لازم يكون لها يعني عنصر النهر وهكذا. طبعا الفيتشرز اوف لاند سكيل عندك مثلا ايش زي ايش، مثلا عندنا هنا مثلا عندك هنا الهاوسز البيوت، الرودز الطرق، التري الريفرز الانهار وغيرها، كان بي ريبريزنتد ان فيكتور داتا فورمات. كيف ممكن انه احنا نمثلها بالفيكتور؟ طبعا كل شيء من هذه اللي هي هذه الاشياء اللي هي شجر وغيرها would be feature when we represent them in، يعني بتصير عبارة عن features او يعني ميزة إلها في وين في الخريطة. طبعا الفيكتور فيتشرز هاف اتريبيوت، يعني مثلا كل واحدة من هذول يعني بدك تيجي توصفها بالفيتشرز بتاعتها، فانت بتوصف في عندك ممكن يكون في عندك نص تقول هذا نهر، تقول هذا شجرة، تقول هذا اسمها او رقم، او ممكن تكون عبارة عن ايش عن رقم. وبالتالي كيف هذا الكلام احنا بدنا ان هو يعني نرسمه، او كيف احنا بدنا نتعامل معه، او كيف هذه البيانات كيف بدنا نتعامل معها. طيب اول حاجة بدنا نيجي نشوف ايش كيف الطريقة اللي بدنا نمثل فيها هذه الفيتشر. فالفيكتور فيتشرز الان اللي هو كيف بدنا نمثلها. فالفيكتور فيتشرز has its shape represented use geometry، يعني الآن بالهندسة أو بالطرق الهندسية بدنا نمثل مين هذه الفيتشرز. تمام، فعندنا هنا إيش بيعرف لك الجيومتري؟ It is made up of one or more interconnection vertices، يعني أنت الآن إيش المقصود بالجيومتري؟ أول إشي نفهم إنه الفيكتور فيتشرز اللي هي الرسمات اللي بدك انت تنقل من الواقع الى ايش الى الخريطة. طبعا بايش بالنوع الاول من البيانات اللي هو الداتا الفيكتور فيتشرز.
عفوا اللي هو الفيكتور ده الداتا فيكتور، تمام. وبالتالي انت الان في عندك طرق اللي هي تمثل فيها. فعندنا احنا اول طبعا الطرق اللي بنمثل فيها انا اللي ما يعرف بالايش بالفيكتور فيتشرز has its shape represented، يعني عندك ايش شيب شكل بده يكون موجود تمثله باستخدام مين؟ الطرق الهندسية الجيومترية. طبعا الجيومتري هي عبارة عن نقطة أو أكثر متصلة مع مين؟ مع بعض. يعني إذا كانت نقطة بدها تكون لحالها، إذا أكثر من نقطة بدها تكون متصلة مع بعض. طبعا النقطة بنسميها إيش؟ vertices، تمام؟ vertex بنسميها vertex، vertices يعني مجموعة من إيش؟ النقاط، تمام. طبعا الvertex بتوصف position in the shape using x y. طبعا ما دام تحكي عن نقطة إذا هي عبارة عن إيش؟ إلها إحداثيات اللي هي الإكس x والواي، تمام. وممكن تضيف عليها اللي هو البعد الثالث اللي هو مين؟ الزد axis. إحنا بنعرف إنه في عندنا هنا إكس واي الأبعاد، وممكن يكون في عندنا البعد الثالث اللي هو الزد. geometries with which has vertices، الجيومتريز اللي إلها vertices with x axis، تمام. ممكن يكون في عندك يعني زي ما حكينا إنه يكون في z axis. طيب نيجي الآن ونشوف three common vector features in geometry. في عندنا ثلاث أنواع مشهورة في اللي هي في الفيكتور فيتشر في الجيومتري، عندنا ثلاث أنواع مشهورة. أول واحدة البوينت، النقطة، البوينت فيتشرز. طبعا البوينت فيتشرز ايش يعني بتمثل لي؟ when feature geometry consist of only one only single vertex، يعني لما يكون في عندك نقطة واحدة فهذا ايش بنسميها؟ اللي هي البوينت فيتشرز. طيب في عندي البولي لاين فيتشرز، ايش بولي معناتها؟ يعني متعدد. فلما يكون في عندي two or more، في عندك هنا two or more vertices and the first and last vertex are not equal، يعني الآن في عندك نقطتين لكن النقطتين أبعادهم الـ x والـ y إيش؟ مش يعني مش متساوية، فهذا بنسميه اللي هو مين؟ تعالوا نشوف الرسمات عشان ممكن الرسمة تكون أوضح. لو جيت هنا على الرسمة هذه، هاي في عندك الـ x نقطة هذه، تمام، مش الاكس، هذه عبارة عن فيرتكس، لكن هذا الفيرتكس إلها ايش؟ بعد، إلها أبعاد. هاي في عندك الاكس، وهاي في عندك الواي، وهاي في عندك مين؟ الزد، تمام. فهذا ايش بنسميها الآن؟ اللي هي اللي قلناها البوينت فيتشرز. طب البولي زي ما انت شايف، هاي ممكن عندك أكتر من خط، هاي هنا عندي أكثر من خط، لكن كل أكم فيرتكس، مثلا لو جينا هنا للأزرق هذا أكم فيرتكس عندك 1 2 3 4 5 فيرتسيز، وعندنا لكن أول واحدة هي زي ما بقول لك. طبعا هذه لو جيت لأول واحدة طبعا أبعادها بتختلف عن بعد هذه، صح ولا لا؟ البعد الأول مش زي البعد النهائي، هذه إلها إكس واي وهذه إكس واي، فهذا ايش بنسميه؟ البولي لاين فيتشرز. في عندنا النوع الثالث اللي هو انكلوز بوليجون فيتشرز، واللي هو بيتكون من 3 اور مور، اذا كان عندك اكثر ثلاثة او اكثر فيرتيسيز بتمثل الشكل. وهنا ايش رجع يقول لك؟ انه اللاست ايكوال مين؟ الفيرست. انت ايش انكلوز يعني مغلق، فلابد ان الاولى والنهائيه حتبدا انت من هان وحترجع لنفس مين؟ يعني حتبدا انت من هنا، لو جيت مثلا انت اخذت هنا اذا في عندنا هنا، طيب طيب مش مشكله. الان لو جيت انت للنقطه هذه
حتمشي انت مثلا، حتمشي على النقطة اللي تصل هي النقطة الثانية، بعدين تيجي النقطة الثالثة، بعدين النقطة الرابعة، بعدين النقطة الخامسة، بعدين ترجع في نفس المكان. وبالتالي عشان يكون مغلق لابد ان يكون الفيرتسيز الاولى والاخيرة متساويين. تمام، طبعا زي ما انت شايف ممكن يكون الشكل يعني منتظم وممكن يكون غير منتظم. طبعا لو جينا الآن وسألنا حالنا سؤال البوينت فيتشرز ايش مثلا ممكن تمثل لي، زي ما الآن هيوضح لنا البوينت حتمثل لك مين يقول معنا. ممتاز، شجرة مثلا، الشجر بدك تحط انه في مثلا عندي شجرة مثلا على سبيل المثال. طب البولي ايش ممكن انت تمثله بالخريطة؟ هتقول لي مثلا الشارع، النهر. طيب الانكلوز هتقول لي بتمثل مبنى، مباني، او مثلا مناطق خضراء يعني مغلقة، وهكذا. فكل واحدة من هذول انه ايش ممكن ان ناخدها. طبعا بعين الاعتبار انت زي ما حنشوف انه التمثيل هذا بالنسبة للحاسوب كيف هيتعامل معاه، طبعا اكس وواي ابعاد. تمام، الآن نيجي مثلا على سبيل المثال لو جيت ونظرت لهذه الصورة اللي هي نفسها اللي بدينا فيها. Looking back at the picture of the landscape, we are able to see the different type of features. مثلا الآن هاي عندها هنا النقطة هذه، كيف بدأ الأشجار هذه كيف بنمثل هاي points، triple points. طيب في عندنا هان شايفين الأخضر هذا، هذا عبارة عن طريق، فكيف بدنا نمثله باللاينز. النهر هذا في عندنا نهر هي ونازل الأزرق هذا، كيف بدي أمثله برضه باللاينز. تمام، طيب البيوت كيف بدي أمثلها، في عندي بيت هنا، هنا مثلا لو جينا كبرنا شوية حتلاحظ إنه في عندك بيوت هنا. هاي في عندك بيوت. تمام، البيت هذا كيف بدي امثله، احنا قلنا بالبولوجونز اللي هو ايش البولوجونز اللي هو المتعدد، وهكذا. ايش كمان في عندنا مثلا هنا ممكن نمثله بالبولوجونز، هاي في عندك هنا مثلا بيت ايضا، فكيف بدي امثله في اللي هو عندي على الخريطة الايش بالبولي. تمام، اذا هذا عندنا ليش اللي هي تعرفنا الان حتى الان على الانواع الثلاثه من اللي هي الفيكتور فيتشرز والبوينت والبولي واللاين، والثانيه اللي هي ايش البولي لاين والبوليجونز والايش والبوليو بوليجونز. طبعا بوليجونز اللي هو يعني اكثر من 3 او اكثر، 3 او اكثر. طيب الان اجى عندنا هنا وبده يعني يعطيك اللي هو الفيتشرز في بوينت فيتشرز ان ديتيل. الان لو جبنا احنا وقلنا البوينت هذه A point features in as in GIS is a matter of point and often depends on the scale. يعني الآن أنت لما تيجي تمثل البوينت هذه عندك كيف بدك تتعامل معاه؟ مثلا على سبيل المثال cities for example. تمام؟ فهذه اللي هي البوينتس بتعتمد اعتماد كبير على المقاسات. يعني مثلا انت على سبيل المثال ممكن انت تستخدم البوينت هذه النقطة في مثلا تمثيل يعني شجرة، لكن انت مثلا لو كان في عندك ممكن بعض الشغلات اللي هي مثلا مش شجرة، مثلا ممكن شغلات تانية تمثلها بالبوينت. طب كيف نتعامل مع هذه البوينت وكيف نرسمها وما وإيش الأبعاد اللي ممكن نتعامل معها؟ تمام،
طبعا لو اجينا هنا مثلا، في عندك مثال بعطيك اياه، بقول لك يعني طبعا اللي هو موضوع البوينت هذا، هو وجد يعني كيف بقول لك، مسألة رأي، يعني انت حسب رأيك وحسب انت كيف انت بتشوفه وتمثله، يعني فيش اشي ثابت فيه. لكن انت هنا بقول لك لو كان عندك مثلا مثال، كان في عندك هنا مقياس الرسم على الخريطة، الواحد كل مليون في 1 سنتي، يعني تتصور مثلا كل مليون متر مثلا بتصور ب1 سنتي، فالبلد هذه حتكون كل مدينة، كل مثلا مدينة يعني انت تقريبا بدك تمثلها بنقطة. يعني اذا كان مثلا انت اليوم شوف، انت خد تخيل ان كل مثلا مليون متر بدك تمثله وكل مليون بواحد، فهذا حيكون عندك ايش 1 سنتيمتر، فهذا حتكون كتير جدا صغيرة. لكن لو انت عملت زوم او قللت مثلا او كبرت، فانت مثلا النقطة حتصير ايش مربع، لانه انت حتصير تكبر اللي هي الرسمة، وبالتالي هذا الاعتماد انت بتعتمد عليك في عملية الرسم. الى اللي بدي اوصل لك اياه هنا، وما تلخم حالك في هالموضوع، انه انت موضوع البوينتس هذه بتعتمد عليك. اذا انت بدك، اذا كان في عندك المقياس الرسم كتير صغير، مثلا 1 سنتي كل مليون بدك تمثله ب1 سنتي، يعني انت نقطة صغيرة بدك تمثل، بصير كل بلد تمثلها بنقطة. لكن لو انت مثلا عملت زوم وكبرت، طبعا بالاكيد حيكون في عندك، حيظهر حدود البلد، صح ولا لا؟ تمام. وبالتالي يعني عندنا ذكر انها بعض اللي هي المقاسات اللي انا ممكن اخذها بعين الاعتبار لما امثل بالنقطة، اللي هي السكيل، اللي هي المقياس، يعني الكونفينشنز اللي هي it takes less time and effort to create point feature than the bowling. يعني انت اليوم يعني انت مثلا اذا كان مقياس الرسم عندك صغير جدا زي ما اللي عندنا، فانا بدل ما اروح ارسم مثلا مدينة بالبولوجونز ومربعات وكذا، لا انا بمثلها بنقط. طبعا هذا حسب الرسم، مش دائما صحيح. طيب type of features، ايش المقصود بالtype of features؟ بعض الاشياء مثلا مثل الاعمدة الهاتف لا معنى لتخزينها كمضلعات. يعني انت مثلا اليوم تروح مثلا على سبيل المثال اعمدة، في اعمدة مربع احنا بنشوفها في الشوارع، طب انا اروح اعمل هذه المربعات بنقطة ولا اعملها بمضلع؟ لا، الافضل انا مثلا مش معني كتير باللي هو بالتليفونات، يعني مثلا اللي هو خطوط التلفون، في عندك اليوم مثلا انتنات، هل ارسمها مربع ولا ارسمها بنقطة؟ لا، ولا نقطة. النوع اللي انتوا عملتوا عليه البحث اللي هو نوع الايش يا شباب، نظام الاحداثيات اللي هو CRS، تمام. ايضا هو ايضا اللي بيحدد انت حتمثل بنقطة ولا كيف، قديش النقطة هذه حتكون هي عبارة عن بلد ولا حتكون عبارة عن شجرة ولا عبارة عن، فكل هذه الشغلات بدك تاخدها بعين الاعتبار وانت بتستخدم اللي هي البوينت فيتشرز. اذا نيجي نرجع كمان عشان نركز في الموضوع هذه، كيف احنا بدنا نستخدم البوينت ومتى نرسمها. طبعا هذا برجع لوجهة نظر اللي هو الناس اللي بتستخدمها، بناخد بعين الاعتبار السكيل، الكونفينينس، نوع الفيتشرز، السي ار اس، كل هذا بتاخدها بعين الاعتبار. طبعا احنا بنعرف انه الكرة الارضية مش مسطحة، من المفيد انه احنا نضيف هنا زي ما هو بقولنا البعد الثالث اللي هي بتصف اللي هو مدى ارتفاع عن سطح البحر، مدى الارتفاع عن مين؟ سطح البحر، زي ما انا قايل لك انه انت البعد الزد بيمثل لك الايش، الارتفاع عن سطح البحر. طيب هذا بالنسبة لمين؟ للبوينت. طيب
الآن نيجي للبولي لاين. البولي لاين وحكينا باختصار، نيجي نرجع إنه البولي لاين هو عبارة عن مين؟ اللي هو اللي أنا بمثله بأكثر من نقطة، وبتكون الأولى والأخيرة مش إيكوال، مش متساويات، تمام؟ وهي رجع وحكى لنا وأكد لنا إنه two or more vertices، تمام؟ طبعا وبدهم يكونوا متواصلين مع بعض، متواصلين يعني مش مقطوعين، طبعا حسب اللي هو انت ايش بترسم. لما يكون في عندك when more than two are joined they form line of lines، تمام، or polylines، يعني لما يكون في عندي اكثر من وحدة مرتبطين فهذا ايش بنسميها؟ البولي لاين. طبعا ايش انا اللي ممكن امثله في البولي لاين؟ قلنا الرود والريفرز واللي هو الخطوات المشي وغيرها من ايش الفيتشرز اللي احنا ممكن نشوفها. ارصفة المشاة، هنا عندك الارصفة مثلا انت الرصيف المشاة، اللي عندك كمان اللي هو خطوط الطيران زي ما هو هنا جايب لك اياها، وغيرها من اللي هو مين الطرق اللي انت او المعالم اللي ممكن تمثلها بالبولي لاين. اذا شوارع، طرق، سكك حديدية، كل هذه بنمثلها بايش؟ بالبولي لاين، تمام. في عندك انت هنا ايضا مثلا لو تعال نشوف اول الرسمة بعدين نكمل. هاي عندك شوف زي ما انت شايف، هاي في عندك هنا خطوط اكثر من خط، وبيمثل كل خط ايش اللي هو البولي لاين فيتشرز. عن هنا لو جينا يا شباب وترسم وشفنا الرسمة وشفنا الفرق بين هذه الرسمة والرسمة هذه، لاحظ في عندك هان كاتب لك سمول سكيل وهنا ايش بسميه لارج سكيل. لو لاحظوا لما يكون في عندنا سمول سكيل، ايش معنى السمول سكيل؟ يعني لما انت تمثل كل سنتي مثلا برقم يعني صغير، هنا 1 ل 500، تمام. لاحظ لما تيجي ترسم ويكون في عندك لارج سكيل بيكون في عندك مبينة بتكون النقاط بعيدة عن بعض، فمثلا هاي نقطة وهاي نقطة، بتلاحظ انه ايش في عندك؟ كأنه في عندك هنا اللي هي يعني الزوايا او متعرجة. طلع كيف صار؟ بيجي هيك وبيجي هيك وبيجي هيك، بيصير في عندك ايش؟ زي انكسار في الزاوية. لكن لما يكون في عندك السمول سكيل فبتلاحظ بقول لك اثموس، يعني لاحظ كيف في عندك هاي، في عندي بتكون سكيل صغيرة، وبالتالي حتلاقي انه انت بتحس كأنك انت بترسم خط مش زي هذا متكسر. فهذا بقول لك انه انت ايضا من المفيد انك تاخد بعين الاعتبار انه تاخد اللي هو السكيل الصغير في عملية المين اللي هو الرسم اللي هو البولي لاينز، تمام. هنا بقول لك ايضا في عندك اللي هو في عندك هان سمات مثلا على سبيل المثال، لو جينا هنا بقول لك the attributes of the polyline describe its properties or characteristics. مثلا على سبيل المثال الآن في عنده هنا صفات attributes، في عنده صفات مثلا على سبيل المثال هل هو هذا الرود مثلا، هنا لو جينا هنا ونشوف الاتريبيوتس اللي نكتب عليها زي ما حنشوف الان، هل هذا الطريق هل هو مغطى بالحصى او هو له عده مسارات او عده طرق، فكل هذه ايضا بتحطها فين؟ على الخط اللي موجود عندك. يعني مثلا انت رسمت خط، طب هذا الخط ايش هو بيمثل؟ بدك تحط له اتريبيوت، بدك تحط له اسم، مش معنى الاتريبيوت اللي هو الاسم والصفات، واللي هو طبعا حيكون في عندك هنا كل اشي له، طبعا هاي رمز، بدك تكون له رمز ويكون له لون،
او لون الخط اللي احنا مستخدمه، يعني مثلا ليش انا مستخدم هنا اصفر وهان مستخدم بعض اللاينز ازرق، فممكن الازرق يكون يمثل انهار، الاخ هذا البرتقالي يكون يمثل اللي هو مين الطرق وهكذا. الآن نيجي للنوع الثالث من اللي هو الفيتشرز فيكتور، واللي هو مين البوليجون فيتشرز ان ديتيلز. اجي الآن يحكي لنا عن مين، على البوليجونز. ومين يذكرنا البوليجونز؟ ايوه، انه عندك 3 او اكثر او مور لفيرتيسيز، وكون الاولى نفس مين اللي هي النهائية. طبعا زي ما رجع وحكى لنا هنا وقالنا اللي هي هي عبارة عن كلوز اريا زي ما حكينا، مغلقة، وبتمثل لي اللي هي مثلا زي السدود والجزر وحدود الدول، وكل هذه احنا كيف بنمثلها بالبوليجون. طبعا اللايت بولي لاين فيتشرز بقول لك هو مشابه للبولي لاين فيتشرز، يعني يتم انشاء اللي هو هذه البوليجونز من ايش؟ فروم سيريز اوف فيرتيسيز ذات ار كونكتد وذ كونتينوس لاين. مش احنا قلنا تو البولي لاين لازم يكون هو متصل، وهذا نفس الموضوع لازم انت ايش تعمله متصل. لكن هذا بيوصف ايش الفرق بين البولي لاين والبوليجونز، انه هذاك بيكون ايش مفتوح اللاينز، يعني الاخير لا يساوي الاول، لكن هنا بايش التنين بيساوي بعض، الاول والاخير، لانه انت بتحكي عن ايش كلوز. طبعا انت هنا في بقول لك انه ممكن بعض البوليجونز، يعني مثلا انت لو جيت مثلا لاراضي او بيوت ممكن تلاقي انه الباوندرز الحدود تاعتها في الغالب بتكون ايش مشتركة، تمام. وبالتالي مثلا انت لو جيت شفت خريطة مثلا العالم هتلاحظ انه انت حدود في حدود، لكن الحدود نفس بعض، يعني الباوندرز راسمينهم مع بعض لنفس البلدان التنتين اللي جنب بعض، تمام. طبعا هذه الريليشن زي ما هي حيجينا العلاقة بين هذه الجيومتري اللي احنا اخذناها وبين هذه التول اللي هي الفيكتورز، بسموها التوبولوجي او الريليشن شيب بينها التوبولوجي، وهذه ان شاء الله حناخدها فيما بعد ايش مفهومنا للتوبولوجي. بس هي عبارة عن العلاقة اللي موجودة بين هذه اللي مين الأشكال. طبعا أيضا هنا بقول لك إنه البوينتس والبولي لون زي ما إحنا قلنا في أتريبيوتس للبوينت والبولي لاين، برضو عندنا البوليجونز له أتريبيوت، وهذه الأتريبيوت بتوصف البوليجونز. مثلا على سبيل المثال هنا عندك مثلا السد دام، ممكن انت يكون له السد هذا، في عنا سد، ايش ممكن احنا مثلا نوصفه؟ بده اتريبيوت، مثلا على سبيل المثال الدبث، العمق، جودة المية اللي موجودة في هذا السد، فبرضه ايضا من مثله ونكتب هذه الاتريبيوت على المين على هذه الخريطة. انا جايب لك مثال طبعا للفيكتور فيتشرز، فهنا جايب لك اي زي ما انت شايف في عندك هنا اللي هو مين هذا، قلنا البولي لاين. طب هذا مين؟ ايوه مين قلنا هذا؟ مين قلنا يا شباب؟ ايوه هذا البوليجونز، تمام. طيب لو جيت انا سألتك سؤال
البوليجونز والبولي لاين هو مكون من ايش؟ حتقول لي مكون من نقاط. فانت ايوه بكون مثلا هاي عندك هنا نبدا، هاي في عندك هالنقطة صح ولا لا؟ فهاي في عندي بوينتس، هاي في عندي بوينتس. طيب لو قلت لك ايش ابعادها؟ هاي موجود عندك البعد واي 3 والبعد اكس كام 2. طيب لو جينا هنا لهذه النقاط البولي لاين، تمام، فكل واحدة من هذه الخطوط انه احدى كيف بتمثلها على ارض ايش الواقع. النقطة هي العنصر الاساسي لهذا النظم، ومنها تحدد موقع الظاهرة النقطية. عند رسم الظاهرات الخطية، طبعا احنا مش نقعد نقرأ كل حاجة، لكن احنا هذا كمثال جايبينه على اللي هو. اما النقاط التي تتوسط العقدتين، طبعا العقدتين قصده النقطتين، وتقع على امتداد القوس تسمى باسم القمة او الفيرتسيز زي ما انت شايف. هذا ايش بنسميها؟ الحافة اللي بتصل بين التنتين، هذه نود فيرتكس الداخلية. طبعا ماليش دعوة في هذول المسميات، خلينا احنا يعني هو ايش بيقول لك. كان في الرسمة بيقول لك الاولى بسموها عقدة، والاخيرة الاولى والاخيرة عقدة، تمام. اللي في النص هذه بسموها ايش؟ العقدة الداخلية. فيعني المسمى خلينا احنا في الانجليزي افضل لنا، عشان احنا معظم العلوم هذه يعني معرب مش معرب، في معربة وفي مش معربة، لكن عشان انتم ما تتخربطوش في اللغة. تعالوا نشوف هاي في عنا. طب احنا الحاسوب، هل هو بالحاسوب اللي احنا اصلا متخصصين فيه، هل هو يا شباب يعني كيف بيتعامل مع هذه الأمور؟ فتعالوا نشوف مثلا، هاي في عندك هذه الشكل الموجود عندك هان. لو سألتك سؤال حتقول لي هذا عبارة عن بوليجونز مغلق صح ولا لا؟ طب لو أخذت أنت الجزء هذا منه، هذا إيش حيكون في عندك؟ هاي النهائية والأخيرة، حتقول لي هذا البولي لاين صح ولا لا؟ طب لو جيت بدي أمثله هذا البولي لاين على الحاسوب، بدي كل نقطة إلها مين؟ إلها أبعادها، هذه إلها بعد وهذه إلها بعد وهذه إلها بعد، وبالتالي كيف بالآخر بدي أحولهم؟ بدي أحولهم لإكس وواي، وبالتالي في الآخر بدي أحولهم لإيش؟ أنا إيش بشتغل؟ كوردينيتس، إيش أبعاد، تمام؟ وبالتالي كل موضوعنا كله في الآخر حيصل لمين؟ لبعد. فالنقطة بتمثل بتبني من خلالها مجموعة من إيش؟ من اللي هو النقاط الأخرى، أو سواء البولي لاين أو البوليجونز. هنرجع برضو نفس الموضوع ويعطينا مثال على اللي هو الفيتشرز، ويقول لك أنت كيف بدك تمثل هذه اللي هي مين؟ الخطوط. فمثلا لو عندك نقطة زي هذول، هاي في عندك نقاط، هذا مين يقولنا بولي صح ولا لا؟ فكل واحدة لها أبعادها إكس وواي وإكس وواي إكس وواي إكس وواي كل واحدة، لكن وكلهم مين مغلقين زي ما أنت إيش شايف. في عندنا يا شباب أيضا موديل آخر اللي هو السباجيتي فيكتور داتا موديل، يعني هو بيعتبر من أبسط المودلز. إيش يعني قصدنا هنا؟ يعني في عندك أنت مودلز كتيرة ممكن أنت تمثل فيها اللي هو الفيكتور داتا. فمن ضمن اللي هو المودلز في عندنا ما يعرف بالسباجيتي، وده أسهل يعني مودلز موجود عندك. ما مهمناش اللي هو الأسماء، مثلا على سبيل المثال لو عندك خريطة زي هذه وكيف حابب تمثلها، فطبعا انت هاي في عندك هنا اشكال مغلقة، وهاي في عندي اللي هو بولي لاين، وفي عندي بوليجونز. فهنا البوليجونز طبعا حيكون عندك ايش البوليجونز؟ عبارة عن نقاط مغلقة، هي ممكن انت تمثلها بنقاط طبعا. كيف حسب ايش انت بتمثلها؟ حسب الابعاد تبعتها طبعا، وبتكون او بتكون هي ابعادها موجودة. وفي عندك هنا اللي هو ايضا يا شباب النقاط هذه اللي موجودة عندنا، ممكن اللاين البولي لاين هذه أو اللاين، ممكن إيش تشوفها كيف نمثلها. طبعا أيضا قلنا عبارة عن نقاط. وفي الآخر أنت بتيجي عندك أنت هنا مثلا البوينتس،
كم بوينتس عندك هنا، في عندك نمبر رقمها، هاي في عندي انا بس هنا رقم واحد يعني نقطة واحدة، كم رقمها هنا؟ 7. بتيجي هنا بتحط رقمها. طيب لوكيشن اكس واي، وبتحط اس وبتقول انت سنجل ايش بوينت. ايش يعني هنا اكس واي؟ يعني ابعادها. طب بتيجي هنا مثلا تحط اللاين هذا كم نقطة عندك، او ايش النمبر ايش رقمها. طبعا احنا قلنا انه مين يذكرني هذا ال31 وال7 وال9 ايش قلنا عنه توي؟ اتريبيوت، صح ولا لا؟ فانت ممكن في الخريطة ايضا ترقم كل اللي هي الاشكال اللي هتكون موجودة عندك. طيب ال31 هذه ايش اسمها او رقمها؟ طبعا كيف بدي اجي انا امثلها؟ هاي بتحط هاي، نكبرها عشان تشوف. هذا طبعا كأحد المودلز اللي انت ممكن تستخدمها وتذكرها، اكس واحد واي واحد، اكس اتنين واي اتنين. يعني مثلا نيجي لهذه النقطة، هاي هذه اكس واحد واي واحد، ايش ابعادها؟ بدي اخدها، هذه اكس اتنين واي اتنين وهكذا. هذه مثلا اكس اخيرة اللي مثلا يقول اكس 10، او اكس كم هي كم نقطة تلون عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني هذه الأخيرة اكس 9 واي 9 وهكذا. طب وايش بتقول عنه انت هنا؟ سترينج. يعني ايش هو هذا بوينت؟ هذا عبارة عن ايش؟ سترينج. طيب البوليجون ايش رقمه؟ اذا 35 39 وال33، وايش بتقول عنه؟ كلوز بوينت، كلوز بوينت. وبتذكر ايش هذه؟ لو سألت او انت مر عليك موضوع اللي هو السباجيتي داتا موديل، اللي ممكن يستخدم ايضا في وصف الداتا فيكتور، الفيكتور داتا. تمام. طيب خلينا نقف عشان ما يطولش معاكم، نقف لعند اللي هو التوبولوجيكال فيكتور داتا، وإن شاء الله نكمل المحاضرة الجاية. بتمنى تراجعوها وتقرأوها جيدا. طبعا احنا المطلوب منكم من السلايدات هذه، لكن ممكن انتم من خلال المراجع اللي احنا يعني موجودة عندكم على اللي هو المودلز، تحاولوا ترجعوا لان الحابب يعني يتوسع اكثر. وبارك الله فيكم.